بيكم حلقة جديدة من برنامجنا على قد الإيد، وأكلتنا اللي كلها إن شاء الله على قد الإيد. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وطبعا لازم تعلموا أولادكم يحبوا بلدهم، لأن البلد ده أهم شيء، الوطن أهم شيء، فلازم نعلمهم الكلام ده كويس جدا. خلي بالكم لازم ينتموا لبلدهم ويحبوا بلدهم، وعرفوهم على معالم ولادهم بقى، ودوهم الهرم ودوهم النيل، كل الحاجات دي مهمة جدا ليهم. فكل سنة طيبين، ودايما فكروهم بنصر أكتوبر، لازم إن شاء الله على خير. بصوا بقى، النهاردة معانا وصفات لذيذة كده، وعملنا لكم حاجة حلوة بنسبة هذا النصر، وعملنا لكم كيكة رخامي، يعني لما كيكة رخامية، فاكرة دي كيكة قديمة قوي قوي، كانوا زمان لما يحب يعملوا لنا حاجة حلوة يحيونا بكيكة دي، يعني ما كانش فيه زمان حاجات حلوة كتير في البيت، ولكن هنعمل كيكة كان عادية، بسيسة كيكة عادية. فهنعمل النهاردة حاجة حلوة، اعمليها ما تشتريهاش. هنعمل كيكتنا الحلوه في البيت، سهله وبسيطه، وكانوا بيحطوا لنا بقى معلقه الكاكاو دي كده، بيزينوا لنا الدنيا بيها كانها تورتايه يعني، وهي سهله جدا 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 ومنتهى البساطه. بساطه زمان دي احلى حاجه، كان كل حاجه نفرح بيها. فعلموا اولادكم برضو يفرحوا بكل حاجه، يعني علموهم يحمدوا ربنا كده ويحبوا الحاجه ويفرحوا بيها، يعني ما تخليهمش ايه حاطين الحاجه خلاص عادي، لا قول رايك كده يعني. فالكيكه اللي هنعملها النهارده دي من الكيكات الزمنيه القديمه جدا، اللي كنت اول مره كنت في البيت شفتها، في البيت شفتها كان عند جيراننا عند حد، كنت مستغربه يا عامل ازاي ده، ازاي عامل الوصفه دي كده، وازاي دخل الكاكاو جوه الكيكه بالطريقه دي. تعالوا نشوفها مع بعض. بصوا انا جايبه كوبايتين دقيق، ماشي، كوبايتين ايه، كوبايتين دقيق، عليهم كوبايه، والنهارده عايزه اقول لكم عاملها لكم موفره، مش حاطين بيض، هيصوا هيصوا، حاطين كوبايه سكر، ماشي، كوبايه وربع لبن، وممكن يبقى عصير برتقال، ومعلقه كبيره باكو بيكنج باودر، او معلقه كبيره مليانه يعني، ونص معلقه صغيره كربوناتو، فانيليا، رشه ملح، معلقه الخل ما تنسوهاش، مش عارفه مكتوبه ولا مش مكتوبه، بكتبوها يا شباب، ماشي، ونص كوبايه زيت. هنضرب برده المكونات دي في الخلاط عشان كده تختلط حلو، اي نعم مفيش بيض، بس عشان الزيت برده يعمل لي قوام للحاجه. فهنحط هنا بسم الله الرحمن الرحيم الزيت واللبن او عصير البرتقال، يا ده يا ده، وفانيليا، وهحط السكر، ومعلقه الخل، ونضرب. يا رحيم معانا، رحيم صباح الفل، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ بتحب الكيكه؟ بتحب الكيك؟ انا بحب الكيك. ماشي، هنعملها كيكه النهارده، ماشي؟ كل سنة وانت طيب يا حبيبي، شكرا جدا ليك، صباح الفل عليكم. نيجي بقى هنا، بص يا ولاد، هنيجي بقى هنا هنعمل ايه؟ هنضرب بقى في الخلاط. انا بدهن الصينيه كده بالزيت او السمنه اي حاجه، ماشي، مش عايزه بس فيها ايه زيت كتير في البتاع او سمنه كتير عشان ما تعمليش طبقه دقيق، ماشي، فهو الدلق حبه كتير كده، احنا عايزينها بس يا دوبك مسحه ما فيهاش اكوام، تمام؟ يعني ما يبقاش فيها كتل من الماده الدهنيه، لازم تبقى كلها ناعمه كده علشان لو فيها اي حاجه ما ايه ما تبقاش فيها كلاكيع دقيق، هتعملك عجينه تحت الكيك. وبعدين دقيق،
ايه نبطنها. وندلق بقى ايه الحبه الفاضلين دول، حبه صغننين دول عشان تبقى ايه زي ما قلت لكم ما تعملش كل كعدي. ايه فوق وتحت. انا قد الموضوع، مش بطبخ. بطبخ لازم تسمعوا الحس في المطبخ. مش سهله هي الموضوع يعني كده وخلاص. بص بقى ادي كوبايتين الدقيق والبيكنج باودر معلقه كبيره مليانه ونص معلقه صغيره كربوناتو ورشه الملح، نقلبهم مع بعض. ماشي شايفين اللون؟ اللون والقوام مفيش بيض، دي كيكة من غير بيض. أنا قلت أوفر النهاردة، أوفر لكم البيض فيها. عايزين تحطوه حطوه على فكرة عادي، يبقى بدل ما هنحط كوباية وربع لبن تبقى كوباية واحدة بس. تمام، نشيل ربع كوباية ونحط البيضتين. لا أنا عايزاها من غير بيض زي ما أنت عايزاها كده ولذيذة وموفرة. في ناس ما بيحبوش زفارة البيض أصلا فيها، بس طبعا الفانيليا والخل ما بيخليش فيها أي حاجة. فاللي حابب يوفر ويعملها من غير بيض عادي جدا. وانا عاملاها ولا فيها نسخه ولا فيها حاجه، يعني ان شاء الله هتطلع امامكم على الشاشه من الفرن مباشره. تمام مش اعمليها ما تشتريهاش، دي وصفه النهارده يا اولاد. في اعمليها ما تشتريهاش عشان ما تشتروش كيك من بره ولا تشتروا الحلويات اللي في الكياس ولا كل الكلام ده. اهو كيك، اهو كيك، اهو ماشي 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 كلامك. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، قالوا كده اهو. هناخد بقى كده ونسيب، بص قد ايه، معلقه في الاخر كده ولا معلقتين بالكتير اهي، يعني مش هنسيب كتير خالص، هي معلقه واحده اهي. تمام، يعني لا احسن من قعر الطبق ده، طبق يعتبر فيدي مفيش غير حبه صغننين خالص اهم، كنت لو شلتهم مش هيكملوا معلقه اهو، شايفين لا احسن من قعر الطبق. معايا معلقه كاكاو، طبعا بتلاقيها شاريها من اي حته، يعني تلاقيها في الكشك اللي تحتيكم. معلقه كاكاو من عند العطار اهو، من اي حته هتلاقوها، كل حته يعني مش مكلفه طبعا. معلقه واحده، معلقه كبيره، وبعدين احطها في سنه ميه نضربها كده عشان يبقى القوام بتاع الحبه اللي انا حطاهم دول زي قوام الايه، لان الكاكاو ده عم يكون مزود، بص بيقلب عجينه زي ما يكون زودت دقيق. والفرن طبعا سخن متولع ايه فوق وتحت عادي، ونقلبها مع دول. نجيب بتولة بقى نلمهم. انت بتعمل دوشه ليه؟ عامل دوشه ليه؟ عشان المروحه. ماشي نلم بقى كله اهو، اوريكم المعجزه اللي شفتها وانا صغير. ايه ازاي عملوها دي؟ زي حطوا كده الكاكاو في وسط الكيك كده. ماشي اهو،
عشوائي وما تخليهاش طبقة. ماشي. اي خلة عشان بس ايه نخليها تخش جوه. نخلي البني ده يخش جوه وتبقى رخامية بس. هي بقى يبدأ البني ينزل تحت شوية، عشان كده بقولك لازم القوام يكون واحد، علشان لو هو تقيل هيطفو على الوش بس. فعشان كده رحت مخففة الكاكاو بشوية مية صغيرين وخلطتهم على الايه، على نفس المكونات بتاعت الكيك، المعلقة اللي خليتها منها وحطيتها عليها. لو زودتي، لو زودتي هتلاقي عملت طبقتين، طبقة بني وطبقة ايه البيضة، ومبقاش عندك رخام ولا حاجة، بقت زي ما هي كده بس كده. تمام، سهلة جدا وبسيطة، وكانت زي ما اقول لكم كده كده من معجزات زمان. احنا كان اهلنا اهي كيكة برتقان بسيسة، كيكة عادية، انها بقى كنا بقى ايه الجيران بقى ولا الناس اللي رحنا عند حد نشوف او كده، يا شفت دي عند الجيران يعني صراحة. فكنت مستغرباها جدا، ايه المعجزة اللي عاملينها دي؟ ولا حاجة، سهلة جدا. ماشي يا شباب، حتى كده لو انا فاضل حبة انا ممكن احطهم في مج، يعني هو فاضل حبة صغيرين مقدرش اكملهم، عشان دول لو حطيتهم هيروح عاملين لي وهيبوظوا لي الخطة، خطة الرخام دي. فممكن احطها في مج او في اي حاجة صغيرة وادخلها الفرن او اعملها على النار. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ تيجي نعملها على النار؟ اي أيوة والله ممكن، وانا معايا وقت، انا حاسه ان معايا وقت. صح؟ ما تقوليش يلا وكده، لا ما قلتليش يلا. بصوا مسحه زيت اهي، اروح منزلها كده، هزولكوا دي على النار بقى، مج صغنن اهو. سامعاك، سامعة كل حاجة. اهرب يا حبيبي اهرب. ماشي، دي هدخلها الفرن اهو، خلاص سخن سخن على 180 درجة. ودي بقى هغليلها مية. ماشي اهو، بسم الله بسم الله، عشان تشوف الخطة كلها من اولها اهو. حاضر. عشان تعرفوا قد ايه كيكة سهلة قوي قوي قوي، واحنا ممكن نعمل لو عايزين الاولاد مج واحد بس كده هنعمله اهو كده، وشوية مية صغيرين. اهم حاجة المية ما تحصلش ايه المج اللي انا عاملاه، لا يبقى حبة كده في الارضية بس. مين معانا؟ يا عادل. ازيك يا عادل؟ انا بحبك قوي حبيبي، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت طيبه. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. وبحبك قوي، بحب اكلاتك حبيبي، ربنا يخليك. صباح الفل عليك. قول لي عايز اي طريقه معينه؟ لا ده انا بطمن عليكي بس. حبيبي ربنا يخليك، شكرا جدا يا عادل، صباح الفل. بصوا بقى، الميه هتغلي، انا هحطها من دلوقتي عشان تشوفوها، هتغلي وهبدا اوطي عليها، مش هوطي عليها اول حاجه، نص بس كده، مش على الهادي يعني ولا حاجه، وهغطي. اوكي، فهطلع فاصل ورا الفاصل وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى، احنا دلوقتي عملنا ايه؟ الكيك اللي عملناه الرخامي في الفرن اهو، قاعد في حاله ملوش دعوه بحد، ومعانا الايه الكيكه اللي عاملاها في المج، اللي هي زي ما تقول تنفع مج او تنفع بوله. انا بغطيها عليها بس بايه، وانا ما جاليش فوطه ولا ايه؟ اولا اولا ده عشان هعمل لكم حاجه حلوه تاني دلوقتي، مش حاجه حلوه، لا يعني حاجه حلوه بس مش حلوه، يعني مش حاجه مسكره بس حاجه لطيفه يعني. ماشي، استنى بس نشوف الايه. اقول لك انا عامله ايه عشان تبقوا واخدين مشيت بالخطه. انا هنا كيكه المج عملت لها ايه، او كيكه ال اوطي عليها نار عشان المايه عمالة تخلص. غطيتها، ده الكيكه، دي الكيكه اللي هي في المج، بس انا عايزاكم غطياها،
مغطيها ليه؟ بص الميه اللي هنا دي هتخش جوه الكيك، فغطيها بورق الومنيوم، ورق استريتش، اي حاجه، تمام، لغايه ما تستوي. هي مش تاخد كتير، هي مش تاخد لها مثلا ربع ساعه، ربع ساعه. هنحط بس جنبها ميه هنا، ماشي اهي. بس يا لوجين، ازيك يا ست نجلاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويس، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي لي يا روحي، ليكي اي سؤال؟ عايزه اتعملت كيكه بالبرتقال. كيكه بالبرتقال، حاضر، عينينا، ماشي، شكرا ليكي. بصي بقى اللي عملناها، الكيكه اللي احنا عملناها دي بالظبط، ممكن اشيل اللبن واحط البرتقال تبقى كيكه برتقال معاها بشر برتقال، بس سهله سهله يعني، بسيطه، الموضوع بسيط، ماشي. طيب هنعمل دلوقتي، طب نشكر اصدقائنا عشان بس نلحق اصدقائنا، اصدقائنا على السوشيال ميديا، على نهى، نهى ادور اهلا وسهلا بيكي، عملت، وانوش ابراهيم عملت اللوبيا بالبطاطس، ايه الاخبار؟ طب الحمد لله، بتقول طعمها حلو، برافو عليكي. نعم، عاوز ايه؟ ومعانا جود الليسي ومكة المكرمة بتقول شابوه على افكارك، تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. امل الصالح من سوريا، اهلا وسهلا. زولا راقية، شكرا. ده سوريا بيقولوا زولا زي السودان برضو. يا مدام نادية، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا. انا ازاي حضرتك يا شيف نجلاء؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يدي لحضرتك الصحه والعافيه يا رب. احنا وانتوا يا رب يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، بحيي حضرتك على مبادره تشتريها، اعمليها ما تشتريهاش حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. صح معايا حق صح؟ لا 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 طبعا، ده انت طول عمر حضرتك بصراحه يعني بتعملي الشيء اللي يفيدنا بصراحه، ربنا يكرمك ويديكي الصحه والعافيه يا رب. الله يخليكي، وكل سنه وحضرتك طيبه ومناسبه 6 اكتوبر، وشعب مصر كله طيب، ودي طيبه وخير يا رب يا حبيبتي، شكرا جدا. لا كويس ان حضرتك برضه قلت نكلم الاطفال على المناسبات دي. لازم. والدي الله يرحمه واحنا صغيرين فعلا، حاجه اللي في الصغر ما بتتنسيش، كان بيكلمنا على حب الوطن والحاجات ديت، فعلا كبرت بقى معانا. لازم لازم والله لازم. جزاكي كل خير يا سيدي نجلاء، ربنا يديكي الصحة والعافية يا رب. الله يكرمك، شكرا جدا ليكي. يمكن الأطفال ما عصروش حاجات من دي، فهو لازم احنا دلوقتي بياخدوا أجازة نكلمهم بقى عن نصر أكتوبر، ونحكي لهم إيه اللي كان بيحصل، وإزاي يحبوا وطنهم، لازم نقول لهم، عارفين حتى بالإقوالة، بالإقوالة دي بتغرس فيهم حب الوطن. لا مصر، لا كذا، لا كذا، فدي مهمة جدا، نزرع في أولادنا حب الوطن، ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، وطننا الصغير اللي هو البيت، وطننا الكبير اللي هو مصر، فدي حاجة مهمة جدا، نزرع فيهم حب ده، يعني من غير ما تخلوا، يعني من غير ما تعملوا حكاية كبيرة أوي ولا حاجة، ولكن باستمرارية، إن أنا حبوا البيت، حبوا مصر، الوطن كذا، عامل كذا، لازم نحكي لهم الحاجات دي عشان هم يكبروا هتلاقيهم الحب فيهم مغروز، وما نشتكيش، دي اهم حاجه. طيب يا ملك، يا ملك، الو، اهلا وسهلا، عامله ايه يا شيخ؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك انت، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي يا ملك، ليك اي سؤال؟ طريقه اللمسه، طريقه الايه؟ حاضر، عينينا يا حبيبتي، يعني اعملها لك تعمليها ما تشتريهاش ان شاء الله. طبعا اعملها ما تشتريهاش دي بتوفر توفر توفر، ما تبقوش واخدين بالكم، والله ما واخدين بالكم منها، لان اي حاجه بتشتري، بس انا عايزاك كده تكوني داخله نيتك هشتري مثلا جبنه، شوفي سعرها كام، تعالي بقى اشتري طلباتها واروح اعمليها وشوفي هتكلفيها كام، دي حاجه مهمه جدا. لانشون، مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها دي هتوفر معاكي كتير وهتدعي لي ان شاء الله. تعالوا بقى العجينه اللي هنعملها دلوقتي، هنعمل بعض حاجه زي سندوتشات البطاطس كده لذيذه قوي، او خبز او عيش بالبطاطس يعني، بس هي في الاخر سندوتشات، بس هي سهله جدا جدا، وهعملها على الطاسه في منتهى البساطه. طيب دي عباره عن ايه؟ العجينه عباره عن ايه؟ دقيق، شويه زيت، خميره، سكر، ملح بس، وميه، عيش، عجينه عيش، عجينه عيش عاديه جدا،
تمام. هحط هنا دقيق بس انا هعجنه بطريقه تانية يعني هوريكي دلوقتي. وهحط الخميره والسكر والملح ماشي، وهناجم بالميه. خدتوا بالكم ان الزيت ما دخلش لسه صح؟ خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم بتفرق، بتفرق الحاجات الصغنون دي بتفرق جدا. هناجم بالميه ماشي، كيكة المج طبعا بتستوي بسرعة جدا لان هي ايه بص اهي خلاص بتتلم اهي ماشي اهي خلاص اتلمت. اروح حاطه بقى الزيت ربع كوباية زيت في الاخر خالص ونعجنهم بقى. عجين لغايه ما تدخلي الزيت جواها هتفرق معانا. اه هتفرق معانا طبعا. عجيني فيها كده ايه دقيقتين ثلاثه كمان وسيبها تخمر. حلو الكلام، حلو الكلام. انا بس هنا عايزه بس ايه عايزه اشيل ده لان هي كده يعتبر على صينيه المذاكره النهارده. ممكن احط فيها الايه المج ده. بص الميه بقى اللي فوقيها بقى شوف الاخبار خد لها سنه صغننه وتستوي حبه صغيره يعني يعني لزقت في السكر سنه. ما انا حاسه ان هي استوت ليه مش عارفه، انا حاسه ان هي استوت بس هي بتلم فتافيت كده. لا سنه صغيره كمان بس تعملش حوسه. مرعوبه. اقول لك هنعمل فيها ايه عشان ما ترقعش كده. بنحط تحت بتترعش يعني امها. لا بص بقى هنشيلها كده. لا انا هتلسع. وليه 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 ولا تعالي 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 يا امي تعالي يا حبيبي عشان ما تقعدش ترقع كده. هنحط لها منديل تحت تحتيها او فوطه او اي حاجه ماشي. ونرجع نحط عليها بس الداني معلش عشان ما تملهاليش ميه. ونحطها تاني كده بس عشان ترقع بقى خلاص. حط فوطه منديل ورق اي حاجه والطبق عليها تاني كده او الغطا بتاعها اي حاجه. ودي لها دقيقتين عارفين عشان موج بقى فايه سهل جدا. طيب هنحشي بقى بسم الله خلي. هنحشي بقى الايه العيش ده بالبطاطس. هحشيه مش هعجنه جوز طبعا لكل شاف خبز البطاطس يبقى يبقى هنحط هنعجنه فيه. لا النهارده هنحشيه فيه بطريقه لذيذه جدا. انا هنا عندي بطاطس سلقتها ماشي ماليه الدنيا واسعارها حلوه. انا هحطها بقدونس وكمون وملح وفلفل. هلسه شطه اختياري يعني لو مش بتحبوا الشطه ما تحطوش. حبيتوها حطوها. هنحط كده البطاطس ماشي. انا عايزاها بقى ناعمه، عايزاها ايه ناعمه جدا. بقدونس كمون ملح وفلفل ماشي. طب لو انا مش عايزه احط هريسه ممكن اضيف شويه لبن. انا هحط الاثنين عشان مش عايزه ازودها قوي ما تبقاش حاميه قوي. فهديها ايه معلقه كده بس اللي مش عايز هريسه ما يحطش. وسنه لبن علشان ايه لو مش عايزه لبن حطي ميه عشان بص ناشفه بس لو بص طريه خلاص مش هتعجز. ايه ونخليها ناعمة خالص. أنا عايزاها ناعمة. ماشي أهو.
ممكن تعمليها بهراسة البطاطس تاني. سنة لبن كده كمان بس. عايزاها زي الكريمي يعني، ما تخليهاش ناشفة قوي معاكي، لا تبقى زي الكريمي كده شوية عشان تفرد حلو. دي ايه؟ دي بطاطس مسلوقة عليها ملح وفلفل وكمون، بقدونس، هريسة شطة، وسنة لبن. ماشي، وبهرسها حلو قوي كله مع بعضه كده. حلو حلو الكلام. تعالوا بقى هنا هنجيب العجينة اللي الخمرانة طبعا، هنفرد على زيت مش عيش مش دقيق، هنفرد على زيت مش دقيق. اوكي، هناخد بقى كده. شوف عايزه اعمل الرغيف قد ايه، كبير صغير زي ما انتوا عايزين. انا هعمله زي سندوتش. ماشي، هعمل لكم بس كده اتنين تلاتة، مش هعمل كل الكمية، انا هقعد لغاية الحلقة اللي جاية اخلص فيهم. ان ايه العجينة كلها هنكورها كده. ماشي، حلو الكلام حلو الكلام. ماشي، كفايه دول. هو اللي انا عملته المقدار يعمل لنا حوالي 10 سندوتشات، المقدار اللي انا عملته، لان بص انا عامله نص اهو ونص لسه موجود، فدول يعملوا حوالي 10 ايه سندوتشات. ناخد بس اللي فيها زيت كده، نبدا نفردها. شابين شابه، نفردها رغيف. ده ينفع اروح المدرسه؟ اه طبعا الاولاد هيفرحوا قوي، يعني هيفرحوا بيكم وانتوا ايه لما يفتحوا كده ويلاقوا حاجه حلوه انتوا عاملينها، بينبسطوا قوي. واعملوها رفيعه، يعني انا عايزاها رفيعه. هناخد هنا بقى ايه الحشوة، وهناخد نطبق عليها كده. نطلع الهواء اللي فيها، وبعدين نجيب سكينة أو عجلة أو اللي هي سكينة العجلة يعني، أو أي سكينة، أي حاجة أي حاجة كل حاجة أنت ممكن هتجيب أنت. مش هتجيب أوي دي برضه، مش هتدورها أوي. نشيل ده. عايزه منقله صح. بصوا كده السندوتش بقى هناخده ونروح على الطاسه السخنه، ما تكونش سخنه قوي، لا دي سخنه قوي كده، مش عايزاها سخنه قوي عشان ما تحرقليش العيش قبل ما يستوي. اه اي نعم، بص مستويه، بس احنا عايزه ايه؟ عايزه العيش يبقى مستوي. ناخد سن زيت بسيطه قوي قوي قوي، وممكن لا يعني المره اللي بعديها ممكن ما احطش اصلا. ونغطي عليه. ماشي، بس يلا نعمل الباقي نفس الموضوع اهو.
حاضر حاضر. لا برجة لو منقلة. لا هي في العجلة بقى ممكن نعمل بيها العجلة بتقطع دي، أو سكينة عادي يعني، أو طبق، أو طبق ممكن نقطع بطبق، أوريكم أقطع بطبق إزاي. خلاص نفرد كده قوي كده كده، أنا بكملش الحرف عشان باخده بعد كده أبقى أحشيه تاني. أوكي وأدي كده البطاطس، أنا بس عايزاها رفيعة ما يبقاش العجين كتير، عايزة الحشوة تبقى حلوة ومالية مركزها كده، عشان كده قطعت كل الحروف. ماشي اهو اهو كده، وايه كل التخين ده هيتشال. ماشي معلش يا عم الطبق انا تعبينك والله، بس سخنة. اوه 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 أو. ماشي ونروح واخدينها بقى كده وحاطينها برضو في الطاسه، بس كده زي اختها بالظبط اهو اهو، لا سحر ولا شعوذه. هنطلع فاصل نشوف بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بص طلعت الاثنين عيش او اثنين سندوتش خلاص، وحطيت اثنين بدلهم وعلى نار متوسطه، اخل اشقلبهم على الناحيتين وخلاص سندوتش عسل. يعني عايزه اقول لكم لو راح المدرسه استحاله هيرجعوا بيه، استحاله، وبسيط جدا، مجرد العجينه خمرناها. ممكن اعملها من بالليل، اه ممكن تعملها من بالليل عادي جدا تمام. وفيها بطاطس مسلوقه مع شويه ملح وفلفل وكمون، هريسه شطه ده زي ما انتم عايزين يا ايه، لا بس سنه لبن كده اطر بيها البطاطس عشان تفرد معايا زي الكريمه، بس حابه تضيفي على البطاطس دي قطعه جبنه بيضه ممكن لو عايزه تحدقيها، يعني مش عايزه بلاش، هي كده لذيذه جدا وخفيفه وزي الفله، بس حطي بقدونس عشان البقدونس بتزود قيمه غذائيه مع البطاطس تمام كده. بس انا حاطه بتاع حزم البقدونس على حوالي نص كيلو بطاطس. طيب آه ده غدا، فطار، مدرسه، عشاء، صينية مذاكرة زي ما انتوا عايزين. تعالوا بقى نعمل غدا لذيذ كده قوي. ده نوع تاني بقى، ده ممكن اعمل جنبيه رز وممكن اعمل جنبيه مكرونة. ايه هو الغدا اللذيذ ده؟ دوت عبارة عن فاهيتا فراخ، خضار، الفراخ ده العادي بتاعنا هنعمل النهاردة بالخضار، مش الفاهيتا على طول بتبقى فراخ، احنا بنعملها ايه بالخضار تمام، جميلة وصحية ولذيذة، واللي بيحب الخضار بقى هيحبها قوي، هي جميلة صراحة. دي عبارة عن ايه بقى؟ انا جايبة لها ايه الخضار اللي انا لقيته؟ لقيت كوسة وجزر وفلفل وبصل، هنعمله على الجريل عادي جدا، هنعمله على الجريل عادي جدا. لا دي سلطة او صوص اللي هعمله جنبها، علشان كل ما نعمل اكلة نحب اكلة تشجعها، يعني الفاهيتة بتاعة الخضار دي ايه اللي هيشجعها لنا؟ ان انا هحط فيها بطاطس محمره وهحط لها الايه صوص الزبادي، هتبقى تحفه جدا. حابين بقى تعملوا جنبها عيش ماشي، حابين تاخدوها نعم اه يا باشا اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم كده اهو، ادي عمتك الفايته اهي ماشي. كوسه طبعا الخضار اللي بتحبوه على فكره، كوسه وبصل وجزر فلفل رومي، وعملنا الايه البطاطس المحمره دي شويه كده جنبها هتديها ريحه حلوه. دي بقى هنعملها ازاي؟ طبعا بشويه زيت صغيرين مش كتير ولا حاجه، حطهم في القلايه، بس نبدا نقطع الاول، ناخد الكوسه الاول هقطعها، مش الاول احطها لا اقطعها بس اجهزها ماشي. انا بسخن اهو، انا مقطعين الايه البصل جوانح ماشي، زيت عادي زيت عباد الشمس مثلا ولا حاجه، حطها كده في الجريل بتاعنا او في الطاسه او في الحله اي حاجه، شوايه ايه يحكم. هننزل الايه البصل الاول، ونديله تشويحه سنة ملح عليه كده،
ده زي ما قلت لكم كده، يا اما حبه تعملي العيش الصاج وتعملي سندوتشات ماشي، حبه تاكلي جنبيه مكرونه تسلقي مكرونه وتحطيها جنبها ماشي، مكرونه حمراء ماشي، رز ماشي، اي حاجه ده هينفع جنبها كل حاجه، وحاجه متكامله غذائيا وقمر قمر يعني والله جنبها حبه. انا يعني انا اللي فضلتها او يمكن الحاجه اللي عجبتني قوي في التركيبه الرز اكتر من المكرونه، بس لو عايز تحطي مكرونه عادي مش مشكله. حابه تعمليها سندوتشات برضو حلوه جدا العيش الصاج ده، تعمليه انت كمان يعني. اللي عجبني فيه اكتر الرز، الرز بقى الاولاد بياكلوا رز، في الرز اكتر احسن من السندوتشات للصغيرين بالذات يعني. فلما عملت الفاهيته الخضار وجنبيها رز وجنبيها سلطه الزبادي متكامله كده مع بعضها جميله جدا يعني، حتى انا مغذيه صوص الزبادي بالخيار عشان يبقى فيه مجموعه خضار كتير جوه الايه جوه الوصفه. تمام، هنسوي البصل ده شويه واخليه يصفر ماشي. يلا هو شغال كده، احنا نقطع الايه الكوسه بتاعتنا كوسه من الحاجات المغذيه. وبعدين طريقه الكوسه دي هتعجبكم قوي يعني، اللي مش بيحبوا طبيخ الكوسه هيحبوا فاهيته الكوسه. ماشي، عشان انا قعدت مع ناس نباتيين كتير فال كنت بحاول اقلف لهم في اي حاجه، اقلف لهم في حاجات كتير كده نباتيين مش بياخدوا الخضار يعني، حتى كان في منهم بياخد مشتقات اللحوم اللي هو البيض واللبن، وفي لا حتى المشتقات لا. فطبعا شغلت مخي بقى وقعدت افكر طبعا وادور وابحث عن الايه عن الطرق اللي بالخضار بس عشان اضيفهم، كانوا ضيوف عندي اجيب لهم ايه دول. فاخترعت لهم بقى الحاجات دي بقى، فنفعتني جدا معاكم يعني، برده حلوه جدا وموفره وحلوه. طب الله، طب احنا ليه احنا اصلا يعني حتى لو مش نباتيين احنا لازم نعمل ده؟ الحاجات دي حلوه وصحيه ومفيده وخفيفه. وبعدين من الاكلات اللي تخليكي نشيطه، ما تخليكيش بعد ما تاكلي عايزه تنامي. بصوا كده بس ايه، بدي البصل لسه شويه كمان، اديه روم مصفر حبه كده. انا قطعت الايه الكوسه خلاص اهو، وما شاء الله بقى بياكلوا كميه خضار جامده، عجبوني صراحه. ناخد بقى الفلفل. ايه ده جايه واصحابك الفلفل، ناخده ايه نقطعه برضو، نحاول الزراعه يا اولاد، الزراعه الزراعه اليومين دول، اليومين دول تزرعوا. عايزه اعمل لكم حصه زراعه عشان دي مهمه والله. ليه مش عايز تزرع؟ فكش خير يا ابني، الزراعه دي خير يا حبيبي، الزراعه دي خير والله. ده انت لو عندك قصريه زرع بس كده هتنبسط منها وتعمل راحه نفسيه في البيت رهيبه سبحان الله، بتشيل طاقه سلبيه اللي في البيت. الزرع ده بيشيل طاقه سلبيه اللي في البيت، حلو حلاوه. فاعملوا كده، ازرعوا 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 في البلكونه، ازرعوا في اي شباك المطبخ اي حاجه. وبعدين دلوقتي اللي عنده جنينه صغيره، عشان في حاجات ناس كتير بيشتكوا من عايزه اقولها لكم دي عشان دي مهمه قوي، يشتكوا ان انا عندي جنينه وما بتطلعش حاجه. فاهمين؟ طيب ليه ما بتطلعش حاجه مع اني بزرع فيها، انما الزرع مش بيكبر مثلا او مش بيكمل الغذاء بتاعه؟ عشان انتوا مش حاطين سماد مهم جدا في اليومين دول، اسمها خدمه شتويه، احنا داخلين على الشتاء، خدمه شتويه للخضار، لازم بتسمدوا اليومين دول، لازم الارض تتسمد يا كومبوست يا اما سماد طبيعي، فلازم تتسمد وتتقلب تتهوى، وبعدين بتتسقي ميه علشان ايه الارض كده تشرب لو في ملوحه في الارض او في اي حاجه، وبعدين نزرع. فدي اللي بتخلي الزرع يكبر وبتخليه ينمو معاكوا ويطلع ثمار حلوه.
انما لو الارض هي قلبتيها بس كده وما حطيتيش كومبوست او ما حطيتيش السماد الطبيعي ما بيكبرش ومش بيطلع الثمار الكويسه، ممكن تطلع حاجه قليله جدا. فانا عارفه ناس يعني بالسنين السنين مش بيسقوا الارض غير ميه، طب الميه هو الزراعه هيجيب الغذاء منين؟ فخلي بالكوا جدا، اللي عنده جنينه او قته صغننه كده لازم يسمد في اليومين دول، اسمها الخدمه الشتويه، يا سماد طبيعي يا سماد كومبوست، يقلب الارض ويحط فيها الحاجات دي ويسقيها ميه كويس جدا وبعدين يزرع، وتدعوا لي بعديها على طول ان شاء الله. هتطلع حاجه محترمه بقى. بصوا كده ايه البصلايه، حلو اللون ده كفايه قوي كده. هتطبله حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب بس ايه بواقي بصل كده في الطاسه. ليه؟ هيلون لي بقيه الخضار، ماشي؟ خباثه دي. ناخد بقى ايه؟ كوسه. عشان ما يبقاش لون الخضار مايع. حبه البصل الموجودين دول هيلونوا لي الايه؟ الكوسه دي. سن الزيت بسيطه برضو. كل واحدة معلقة زيت أو أقل كمان معلقة يعني، وعليها رشة الملح. انت ايه؟ اه العيش اهو خلاص. خدتها كده مش بدهن زيت تاني، بسيبها على ايه زي ما هي كده من غير الزيت. يا آية يا آية يا آية. ألو ألو، ازيك يا آية؟ كويسة الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت، عاملة ايه، اخبارك؟ انا بحب حضرتك قوي حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. اسمعيني من التليفون يا آية. ماشي. قولي لي ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. ليكي اي سؤال؟ ايه؟ ليكي اي سؤال؟ لا والله انا بحب حضرتك قوي، بس وكنت بصبح عليكي. يا صباح الهنا عليكي يا حبيبتي، شكرا جدا ليكي يا حبيبتي، تسلميلي. صباح الفل. حاضر. بص بقى، ناخد بقى ايه؟ الجزر نقطعه رفيع، ماشي؟ مش سميك، ماشي؟ اهو. مش عايزين سميكه فيها، ماشي؟ اه. بس كده، حلو دول كده، تمام. كل دول هيتشوا بنفس الطريقه دي، وشويه ملح وشويه فلفل بوصات وخلاص اهو. والكوسه قربت خلاص، ماشي؟ هطلع بقى فاصل واشوفكوا بعد الفاصل. وفاصل وين واصل. على قد الايد. رجعنا من فاصل، وحبه زيت صغننين تاني للايه؟ للجزر والفلفل. انا عملت الكوسه خلاص، شلتها وخدت لون حلو من حته البصلية اللي انا سايباها في الارضيه دي، عشان كده عملت البصل في الاول، عشان بيديني بقى بيطعم لي كل اللي جاي ده، ماشي؟ طيب ايه تاني بقى؟ انا دلوقتي هحط كمان على فكره البطاطس المحمره مكانهم، يعني عشان بس لو انا ما عملتهاش معاكم دلوقتي وانتوا عارفين ان انا هخلص ده واحط البطاطس مكان الحاجات اللي اتشوت. انا هنا عندي الشوى ايه؟ ادي اللي شويته النهارده، البصل والكوسه. طبعا بصوا الجمال والحلاوه بقى والجمال ده كله، وخفيفه خفيفه بشكل جميل يعني، حلوه قوي، تمام. طيب ايه تاني؟ هنعمل السلطه بقى او الصوص بتاع الزبادي اللي هيبقى جنب ايه؟ هنا مفيش صلصه، مفيش تغميسه، طب هنغمس بايه؟ بصوص الزبادي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. صوص الزبادي ده عباره عن ايه؟ مفيش بوله صغيره، بوله صغيره، انا هعمل حبه صغيرين، انت ممكن تعملي اكتر يعني براحتك.
ممكن تعملي اكتر. ماشي، هاخد جزرايه خياره، ماشي هاخد خياره عشان اكمل قيمه غذائيه للوصفه. حاجه كده حلوه دي، ماشي. وهنحط عليها ايه؟ زبادي، عصير ليمون، خل وتوم، ماشي. حلوين حلوين، شاطر، بعيد عن ان انت كركبت بس شاطر. خليه الفصل الجاي، لسه لسه مش مهم. كده اهو، بص بدأ يشوى اهو المنظر ده. يعني الخيار طبعا، يعني الخضار ده فيه عضه سنه، ماشي، يعني مش مهري، ما هو مش طبيخ. هاخده بقى كده واحطه على الكوسه. حلو الكلام. وهاخد البطاطس المحمره واروح حطاها، تاخد برضو من ريحه البصل شويه والخضار اللي كان موجود. حلو الكلام، حلو الكلام. والسندوتشات خلصت يا مدام سميه. مدام سميه حبيبتي جميله الجميلات. تسلمي لي يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ الله يسلمك يا حبيبتي. الله يكرمك، الله يخليك يا جميله. ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه وانت طيبه؟ تمام الحمد لله يا نجلاء. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله، والله الحمد لله. تسلمي لي يا رب، اشوفك بخير كده ومن احسن لاحسن لاحسن لاحسن. يا رب احنا وانتو، يا رب احنا وانتو. تسلمي لي، الله يخليك. بقول لك يا نجلاء، اتفضلي. انا دلوقتي عملت الزيتون زي ما حضرتك قلت لي عليه. حطيت الزيتون الاسود، فاكره لما قلت لك انا عندي حبه زيتون اسود كده وقلت لي انقعيهم بقى في الملح لغايه ما جيلك. ايوه، ايه الاخبار؟ نزل ميه بقى ولا كرمش ولا عمل ايه؟ ميه وكرمش كده. حلو قوي. كرمش خالص. ايوه صح، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. اعمل ايه تاني بقى؟ لا لسه لسه، هو بيقعد له حبه كده. استنى قد ايه؟ حطيه في مصفى. ماشي، انت كده حطاها. حطاها في مصفى وعليه الملح. حضرتك قلت لي حطيه في علبه واقفلي عليه. حطيه في مصفى بقى. واسيبه بقى في المصفى تاني. واسيبه في المصفى تاني يوم او اتنين. وبعدين بس ايه؟ كرمش بقى، وهقول لك بعد كده هنعمل فيه ايه عشان ما تنسيش. خليكي معايا في الخطه، انا عايزه اجيبه لكم بس انا مش عارفه اعمله هنا لان فعلا خطواته كتير. يعني الزيتون الاسود يعني بالذات بعد ما احطه في المصفى هنخلله. خلاص هو كده، هو كده الكرمش ونزل اللي فيه بالملح وكده. هنبدا بقى نخلله عادي بعد كده، يعني هتسيبيه يوم او اتنين في المصفى، ماشي. وبعد كده هروح مخلينه بقى عادي، هنحط له بقى عصير ليمون وهنحط له زيت وهنحط له شويه ميه يكون سابقه الغلي، غليتيها وركنتيها وبعدين تبرد تماما، هنحطها على على الزيتون ونحط عليها شويه. يعني مثلا لو انا عندي البطرمان قد كده هتحطيه كله طبعا هتمليه. حلو، ده هتعصري عليه ليمون حوالي مثلا كوبايه، لو انت عندك 3 كيلو او 2 كيلو بتهيألي، ولا 3 كيلو والله ما انا فاكره، بس عامه لو هم 2 كيلو بنحط حوالي كوبايه عصير ليمون وكوبايه زيت زيتون او زيت عادي، ماشي. يعني ما فيش زيت، لو طبعا بيبقى افضل احط زيت زيتون، ما فيش زيت زيتون بحط زيت عادي خلاص. وبتحطي حوالي ملح مش كتير بقى لان احنا خلاص ملحناه وهو شرب ملح كويس جدا، فال2 كيلو بياخدوا حوالي اقل من كوبايه ملح، اقل من كوبايه ما نص وشويه، تمام، مع الميه سابقه الغلي وخلاص على كده. وحطي القشر على الوش بتاع الليمون واقفلي بس، هيطلع زي الفله ان شاء الله. ولو نسيتي يبقى كلميني تاني، يعني بعد اليومين قولي لي، كلميني قولي لي اعمل ايه لو انت نسيتي الخطوات اللي انا هقولها، عشان كده كنت بسيبك خطوه خطوه. ماشي، هحط هنا بقى ايه؟ الزبادي، الثوم، عصير الليمون، عصير ليمونتين كده ولا حاجه، والخل، وقلب ده كله مع بعضه، بس هو بيبقى خفيف
زي الصوص. ماشي. يعني زي سلطة الخيار او سلطة الزبادي بس اخف. عشان ده اللي هيتاكل معاه بقى سواء عيش او سواء في الرز. بس كده خلاص. كده اهو. تعالوا بقى نقلب كل الخضار ده. عايزه اعمل لسه عندنا قراقيش عايزه اعملها لكم عشان ايه ده ملوش حظ معانا ولا ايه؟ و13 دقيقة. طب ماشي. بصوا انا هقلب الخضار ده كله على بعض اهو. اهو كده. وهقدمه وجنبيه رز ابيض او مكرونة اللي تحبيه او عيش سندوتش. نطلع فاصل شكرا بفاصل وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وهنلحق نعمل قراقيش. دي كمان بتتعمل من امبارح وما اتعملتش. القراقيش من الحاجات اللذيذه جدا والشتويه او الصيفيه كمان مهم تكون موجوده في البيت مع كوبايه شاي بلبن مع كوبايه شاي جن نظيف. القراقيش موجوده مده صلاحيتها طويله فدي حاجه حلوه جدا. طيب ازاي الكلام ده؟ عندي نص كيلو من الدقيق اللي هم 3 كوبايات، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص كوبايه سمنه، ربع كوباية زيت انا بقراه عشان تاخدوا الترتيب معايا، رشة ملح، معلقة كبيرة من السكر، 2 معلقة كبيرة من اليانسون، وطبعا عشان نزود القيمة الغذائية للقراقيش كمان مش مجرد ان هي ريحة وبس، ومية حسب العجن. هناخد بقى وطبعا الحاجات دي برضو ضمن خطتنا اعمليها ما تشتريهاش ما تشتريهاش من بره. هتشتري من بره القراقيش بقت غالية جدا جدا معرفش ليه، واحنا اهو انا مفيش، ده انا عامله لكم نص كوبايه من السمنه ونص كيلو من الدقيق وهنعمل كميه قد كده يعني دول تاكل نصهم عادي. معلقه سكر، معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، ومعلقتين اليانسون، ورشه الملح. ماشي. ده كله العادي اهو عادي خالص. ايه اللي معانا تاني؟ نص كوباية السمنة وربع كوباية الزيت. نص كوباية السمنة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناجن. وهعجنها بمية مش بلبن ولا حاجة. عشان مدة الصلاحية تبقى طويلة كمان. ماشي. اول ما تلم هديها ايه كوبايه الزيت، ربع كوبايه الزيت علشان بقى ايه تديني اللون الحلو. شايفين اللون الحلو بتاع الخبيث دوت؟ انا طبعا عامله لكم نسخه اهي. ربع كوبايه الزيت هي اللي بتعمل ده، هي اللي بتخليكي كل حاجه تبقى متحمره كانها مقليه مش محمره، وش وظهر زي بعض. بس الاول ناجن. نسخه هي شايفينها عامله ازاي ولونها حلو ازاي بسبب ربع كوبايه الزيت. حاضر اهو. ماشي. طبعا الكيكه انا طلعتها من النار تهدى اهي في الصينيه تهدى وهقلبها لكم دلوقتي بس عشان احط لكم الزيت هنا كمان. طبعا العجينه دي بسيبها تخمر وبعدين اشكلها واسيبها تخمر تاني عشان تعمل لكم الرقات الحلوه اللي في القراقيش. مش عايزه احط ميه كتير على مش بحط بحساب قوي. اه بصوا الكيكه وجمالها دي بتبص لي في عينتين يمي. ماشي. وادي كده ربع كوبايه الزيت واعجن بقى تديكي بقى في السوا حاجه محمره وقمر. بصوا بقى النهارده ان عاملين بوكس المذاكره او صينيه المذاكره. صينية المذاكرة علشان ايه؟ تفتح نفس الاولاد على المذاكرة يبقوا مبسوطين وحاسين بالاهتمام مش يعمل الواجب وخلاص. بنشجع اولادنا على المذاكرة ف
فدي حاجه مهمه قوي. اه بص انا معايا بقى كوبايه لبن او عصير ده او ده، حاطه لكم السندوتش اللي انا عملته، حتى شويه جزر كده حاجه خضراء حلوه، حتتين قرقشتين مع الكيك المج اللي انا عملته. حتى مش عايزه تعملي كيكه كلها، اعملي الكيكه المج زي ما عملتها كده تمام. وطبعا عشان برضو الاولاد يفتحوا نفسهم زي ما كان ذكر لكم ان هم يغيروا مكان المذاكره، ده مهم جدا. يعني بدل ما يبقوا قاعدين على مكتب واحد وبيذاكروا، لا غيري مكان المذاكره، روحي بقى البلكونه شويه، على السفره شويه، في الصالون شويه. مش هنحوش احنا الصالون ولا الكورنيش والكلام ده، لا خلاص كان موضه قديمه وانتهت، لازم ايه نستمتع بيهم. فده بالنسبه له بيغير مود جدا ان انا اغير له مكان. اخرجوا لو عندكم نادي، لو عندكم لو اي حته اي ممكن تروحوا تقعدوا فيها وتذاكروا واجب معين ويكون صعب، هتلاقيه انبسط جدا تمام. الجنينه بتاعت البيت، الجنينه بتاعت الجيران، معلش اي حاجه يعني، غيري في البيت نفسه، ان شاء الله قاعدين في المطبخ جنبك، دي برضه تغيير تمام ازاي؟ فاهمين ازاي؟ فدي حاجه مهمه جدا ان انا من ضمن النصايح اللي هي علشان يفتح نفسهم للمذاكره ان انا اغير مكان المذاكره. أوضة هنا، أوضة هنا، الصالون هنا، السفرة هنا، كده. دي مهمة جدا. يمكن هي حاجة بسيطة ولكن ممكن نقول إيه، خش ذاكر في أوضتك وبس. لأ. أو على مكتبك، لأ برضه. خلي ذاكر هنا شوية، هنا شوية، هنا شوية، دي بتغير جامد جدا. أدي كده إيه؟ فردنا العجينة، القراقيش. ونبدا بقى نبطط. ونقطع. سهلة؟ سهلة وبسيطة. ولا عملت لنا أي حاجة يا عيني خالص اهو. بس الحرف ده هشيله. وما تكبريهوش. وهحاول ان شاء الله كل يوم اعمل لكم صينيه مذاكره انا تحطوا فيها ايه كافكار، بحيث يبقى عندك افكار ممكن تعمليها. تمام. الكيكه، الكيكه طب احنا ممكن ننزل المقادير واحنا شغالين. انا بس خلاص هرص. قول له عايزين تعملوا ايه؟ قولوا له قولوا له. مش شاكين يا فندم، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ليه؟ طيب ماشي. بس حاجه بسيطه كده. اه الكيكه يلا بينا. طب خليها كده كده، انا هعملها دلوقتي. تعالوا عشان اقلب لكم الكيكه، هي سخنه الكيكه يا ولاد. الكيكه بسم الله الرحمن الرحيم. نوسع عليها الاول. الكيكه الرخاميه دي انا عملتها ازاي؟ بص المقادير معاكم على الشاشه اهي. ودي كانت ايه بقى؟ عشان نلحلحها بس الاول عشان تنزل بسهوله. مع ان هي انا عايزاها على الوجه ده احسن. استنى عشان انا عايزاها على الوش ده احسن. نقلبها على الطبق الاول وبعدين نقلبها على الناحيه دي. وادي الخبز بالبطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبز بالبطاطس. مش هتجيب القلبه؟ جيب القلبة. فوق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ امال الكاميرتين بتاعكم فين؟ اهو هاخدها لسه 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 كمان. ماشي. نقلبها بقى الناحية التانية اللي أنا عايزاها عشان إيه يبقى الشكل حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. من غير بيض ولا أي حاجة، عايزة أوريكم جمالها وحلاوتها. اللهم صل على النبي يا ولاد. بصوا طرية جدا. اهو.
بصوا ومن غير ولا بيضه. بصوا جمالها شايفينهاش ازاي، ولا بيض ولا حاجه اهي. تمام اهو. والله بفرح بيها، عملتها مليون مره بفرح بيها برضو. وفاهيتا الخضار ريحتها تجنن ما شاء الله. جنبها الصوص بتاع الزبادي، هينفع مع زي ما قلت لكم، هينفع ان احنا نحطها مع الرز او مع مكرونه او مع عيش سندوتشات. تمام. ايه تاني فاضل لنا؟ ايه صوص الزبادي اهو اللي احنا عاملينه ده، ده التغميسه بتاعتها عشان هو ما فيهاش صوص، هي مش مطبوخه. تمام. قولي بتجيب ايه؟ القراقيش. تمام زي الفله. وكده ايه خلصنا كل المقادير بتاعتنا. طب انا دلوقتي بعمل في القراقيش اهو، وزي ما قلت لكم بسيبها ايه تخمر تاني، لازم 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 عشان تديكي طبقيه الايه طبقه القرقشه بتاعتها. خلاص بس كده، وكده خلص حلقه النهارده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه نصر اكتوبر، وما تنسوش تحكوا لاولادكم عشان يحبوا وطنهم. وشكرا جدا ليكم، الى اللقاء. Thank you.